نانسي بدي اسالك قد ايه بتقضي وقت بعطله نهايه الاسبوع انت عم تحضري مسلسلات على المنصات الترفيهيه؟ صراحه مش كتير يعني. هلا مسلسل جيم اوف ثرونز اكيد على اول لائحه، بس بجرب اخلص مسلسل بلش بالثاني لحتى ما افوت بمشكله الادمان. نعم يمكن. انا ثلاثه ثلاثه سوا حلو كثير. نعم مشاهدينا، اشتدت المنافسه في مجال البث الترفيهي عبر شبكه الانترنت، لا سيما بعد اعلان ديزني دخولها هذا المجال. وفي ظل هذه الطفره في عدد الخدمات، كيف نختار وعلى اي اساس؟ هذا التقرير يجيب على السؤال. ينضم إلينا من بيروت الناقد السينمائي إلياس دمر. إلياس أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. يعني اليوم هل وصلنا إلى اللحظة التي تنبأ بها الجميع، بداية نهاية التلفزيون وسيطرة المنصات الرقمية والمنصات الترفيهية على هذا النوع من يعني المشاهدات عند الأشخاص؟ صباح الخير أعزاء هاني ونانسي. يعني أهلا وسهلا فيك. سؤالك جد مهم، لأنه أنا بشبه هذه الثورة الرقمية وبالتحديد أهلا فيكم وبالتحديد منصات البث التدفقي أو مثل ما سميتوها البث الترفيهي، هي مثل القطار السريع والسريع جدا، ومن لا يستقل هذا القطار فعلا سوف يواجه مشكلة كبيرة. يعني نحن نرى ليس فقط المنصات التي بدأت باستراتيجيتها منذ حوالي 10 سنوات مثل نتفليكس وضعت استثمارا كبيرا في منصة البث التدفقي أو الترفيهي، رأينا أيضا كل الشركات الضخمة تلحقها، وخاصة عندما رأينا مؤخرا شركات حتى التكنولوجيا مثل أبل التي سوف تطلق في مطلع الخريف القادم أبل تي في بلس، ورأينا أيضا ديزني التي أيضا أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق في أواخر السنة ديزني بلس. ونعرف نحن ديزني يعني محتوى وكمية موسوعة الأفلام موجودة عندها من أفلامها الخاصة وأفلام بيكسار ومارفل ولوكاس، ومؤخرا عندما استملكت 20th Century Fox أصبحت فعلا اللايبرري أو المكتبة الإبداعية لديها جد ضخمة. فعلا يعني عم نتحدث عن منافسة كبيرة بالعالم وحتى بالمنطقة. خلينا نجرب نجاوب على السؤال يلي طرحه محمد عنتر بالتقرير، كيف يمكن للمشاهدين اليوم والناس في هذه المنطقة أنه يختاروا المنصة أو الخدمة الأمثل لهم؟ يعني طبيعة في كتير لاعبين من نتفليكس لويفو للكثير منهم. صحيح، هذا كمان تساؤل يعني بدأ منذ فترة، من وقت ما بدأت يعني التساؤلات حول إطلاق منصات جديدة والأخص المنصات المهمة مثل ديزني. يعني نحن نعرف أن لدينا الآن الكثير من الخيارات، وأنا هون بالعكس أرى إيجابية أكثر من سلبية بالموضوع، لأنه أصبح على المشاهد أو المستهلك يستطيع أن يختار المنصة التي تناسبه وفق المحتوى وفق السعر، لأنه رأينا أن ديزني سوف تدخل بسعر يعتبر إذا ليس بزهيد ولكن يعتبر منافس جدا لنتفليكس، وهو بمعدل 7 دولار، بينما معدل نتفليكس هو معدل 13 دولار، أي ما هو ضعف. لدينا أيضا نوعية المحتوى، يعني مثلا نتفليكس لا تعرض لدينا فقط إذا بدنا المحتوى البوبكورني، ولكن نتفليكس أيضا هي تراهن على المحتوى أفلام المؤلف وأفلام المهرجانات، مثل ما رأينا الرهان الكبير الذي وضعته في فيلم روما والذي فعلا حاز يعني كل هذه الترشيحات وجوائز الأوسكار لألفونسو كوارون، والذي لم يكن ليبزغ النور لولا نتفليكس.
نعم. يعني هون مثل ما نحن بنروح مثلا على صالة السينما وننقي الفيلم أو نوع الأفلام الذي يعجبنا، يعني مثل أفلام الأكشن أو الكوميدي أو الرومانس، أعتقد أيضا أن لدى المشاهد الآن أو المستهلك خيار أكبر وأسهل أن ينتقي فعلا. ولكن دائما المشكلة إلياس حتكون بموضوع الاستحواذ على أفلام معينة، كل منصة عندها أفلام خاصة فيها، بالتالي اليوم سيجد نفسه المشاهد بشكل عام مضطر أنه يشترك بكمية كبيرة من هذه المنصات. صحيح. بالتالي تكلفة عالية، يمكن أنا أضطر اشترك بديزني وادفع اشتراك سنوي ولا شهري مقابل اني احضر فيلم واحد عبالي شوفه. شو رأيك بهذا الموضوع؟ كمان نقطة جدا مهمة هاني، بس حلك شو اللي رح يعود عن التاني. يعني نحن هلأ عم نتوجه أكثر إلى هذه الموجة اللي هي موجة الكورد كاتينج، أو تخلي المشاهدين المستهلكين عن اشتراكات الكيبل. يعني تخليهم على اشتراكات الكيبل وتوفيرهم هذه الكمية من الأموال، سوف يذهب هذا الاستثمار من الاشتراك بالكيبل إلى الاشتراك في منصة أو كذا منصة بث، منصة بث تدفقي. يعني إذا بدك يعني الاستثمار سوف يتغير لدى المستهلك، بدل ما يشترك بالكيبل والتلفزيون كما نعرفه بالنمط التقليدي، سوف يشترك أكثر في خدمات البث التدفقي. ولذلك نرى البي تي في تتوجه أكثر، أو شبكات التلفزة المدفوعة مسبقا تتوجه أكثر إلى منصات البث التدفقي، لأنها تعرف أن مستقبل اللينير تي في أو التلفزيون النمطي التقليدي سوف يتغير وتحول كله إلى رقمي. وباعتقادي أنه إذا خدمة أو اثنين رح تكون فعلا يعني مناسبة لأكترية الأشخاص، لأنه يعني عندك يعني أي يعني يا الأفلام البوبكورنية إذا فينا نقوله، هي أفلام ديزني وكلها أفلام السوبر هيروز وأفلام ستار وورز وغيرها، ورح يكون في عنا أكثر الأفلام اللي إذا بدك فيها جميع الأنواع، مثل نتفليكس. يعني منصة نتفليكس ما يميزها أنها لم تعد فقط يعني حجم إنفاقها هو على شراء موسوعات من غيرها. في السنة الماضية يعني صرفت وأنفقت 85% من إنتاج محتواها الخاص، وهنا هو الرهان الأكبر. أن كل شركة من هذه الشركات أو كل منصة سوف تتفوق على غيرها بكمية إنتاجها محتواها الخاص وبأكثر إذا فينا نقول طريقة إبداعية. ونحن نرى أن المسلسلات يعني مؤخرا عم تكون تضاهي يمكن النوعية السينمائية. طبيعي لن تحول مكان السينما، ولن ندخل هلأ في الشق السينمائي، مع أنه السينما عم تتأثر والتلفزيون عم تتأثر، ونعرف أنه هذه الثورة هي فعلا هلأ في أوجهها. ولكن أنا أعتقد أن لدى الآن المشاهد أو المستهلك رح يكون لديه توفير من جانب واستثمار من جانب آخر. نقاط مهمة جدا عم تتحدث عنها إلياس، يعني كل الأمور كيف مترابطة ببعض البعض. خلينا حكيت أنت شوي عن إنتاج المحتوى الخاص بهذه المنصات، ماذا عن المحتوى العربي برأيك؟ كيف حيكون المستقبل تبعه؟ دائما هناك مشكلة في هذا الإطار، دائما المحتوى العربي غائب عن هذا النوع من المنصات، يعني المسلسلات العربية كمان محدودة على هذه المنصات. هل سنرى هذه المسلسلات يمكن تأخذ طريقة أكثر للمنصات من التلفاز وغيرها من المحتوى، ليس فقط المسلسلات؟ أنا بوافقكم رأي، يعني لنكون واقعيين، بعد في محاولات تعتبر خجولة، ويمكن حتى عم نشوف المحاولات الغربية كما فعلت مؤخرا يعني نتفليكس في المسلسل الذي تم تصويره في الأردن جن، ورأينا يعني أشرطة الدعاء له، ويبدو أنه مسلسل جيد وتوجه إلى شريحة من الشباب بقالب هيك إثارة ومخيف. أعتقد فعلا أن هذه أن حتى المحاولات من الداخل، يعني المحاولات العربية ما زالت خجولة، يمكن لأنه بعض المنتجين ليس لديهم يمكن الثقة الكافية لكي يستثمروا في مسلسلات تتوجه مباشرة إلى البث الرقمي أو البث التدفقي، ولأنه بعد في يعني يمكن حتى المشاهد العربي نراه يلين أكثر إلى منصة التدفق الأجنبية من أن يميل إلى منصة عربية. يعني في عدة منصات من آيسي فليكس وحتى منصات يمكن الخاصة بمحطات التلفزة نراها تستثمر في أن تضع محتواها التلفزيوني على هذه المنصات. يعني قليل حتى نلاقي مسلسل أو اثنين بنلاقيه مثلا تم إطلاقه على يوتيوب، مثل ما حصل مثلا برمضان مع مسلسل أحد أو غير مسلسلات. يعني هون بعد الرهان أن يصير في بعد ثقة عربية، وخاصة من الناحية الإنتاجية. هون سؤال أخير إلياس وبالسريع، لأنه فعلا شرفنا على الانتهاء وقتنا، يعني لا يمل منك حقيقة. اليوم منصة نتفليكس هي الأقوى وهي تتربع على عرش هذا النوع من المنصات، هل برأيك نحن أمام بداية سقوطها وما تعود هي المهيمنة على هذا النوع من العروض؟
سؤال جد مهم هاني، بس صدقني نتفليكس لن تسقط بسهولة، بالعكس يعني هلأ شفنا حتى لما ديزني أعلنت عن ديزني بلانس فقط تراجعت أسهمها 1%، ونتفليكس مثل موقعين المحللين هلأ عندها 148 مليون مشاهد بحسب انتهاء شهر فبراير، متوقعين لمن هلأ العشر سنين المقبلة مش بس يتضاعف العدد حتى يزيد أكتر، أنه يصير من هلأ 2022 335 مليون مشترك بال 190 دولة الموجودة فيهم. استراتيجية نتفليكس جد ذكية، وصدقني اللي استثمر بنتفليكس من 10 سنين بألف دولار هلأ صار ربحه هو 10,000%. تخيل معي قدي فعلا في استراتيجية وفي سياسة تسويقية وترويجية رائعة لدى نتفليكس، وبكفي نعم. المحتوى اللي عم نشوفه اللي عم يجول بالعالم وعم يجرب أنه يرضي كل المشاهدين، فأعتقد أن هذه المنافسات سوف تضعف ولكنها لن تسكت أبدا نتفليكس. نعم فعلا الياس، يعني الله يلهمنا أنه نحط أسهم بهذا النوع من الشركات يوما ما. فعلا بنود أن نشكرك من بيروت الناقد السينمائي الياس دمر، وفصح مجيد كمان لألك. صحيح. شكرا لكم. ماذا بدنا نعرف كم ساعة بتقضي على